من حمورة من راويان من أدبي من كل أي محل من ثلاثة ده جينا نحنا بلدنا بقى حريب الناس قاعدين يموتوا حاجة ما رفعنا من بيتنا مرقنا جينا هنا طبعا يعني من دوكا يعني تقريبا 8 كيلو تبع 8 كيلو من هنا من اول يوم نازل ما جات يعني الناس كانوا منتظرينهم بحفاوه وب يعني كانت عارفين ان الناس جايه من نزوح ومن حرب جايين معاهم ملابس جايين معاهم اكل يعني حتى قبل المنظمات ذاتها اتصل هم انا وصلوا الناس ناس المنطقه الدوكا هنا وحتى اليوم الثاني واليوم الثالث بيجيبوا لبس وبيجيبوا زيادة بتاعت معونة يعني الأكل. We have a challenge. It is mainly relocating the refugees. The process, the trip takes more than 15 hours from this reception center to the Umrakuba camp in the Darif estate. So it is a lot of work we do. أولد الحين يعني أنا 9 شهور دايرة أولد يعني في أسبوع هذا وخايفة بالليل ما في دكتور ولا مستشفى أسأل مينو أنا بخاف يوم كان بالليل كله أنا ما بنام بفكر بليش بالروحي يعني إذا دايرة أولد الحين وين أولد معسكر يادوف في بداياته الوضع الصحي كبدايتية معسكر يعني في تفاقم للأمراض ومعظم اللاجئين هم بيعانوا من الأمراض بتاعت المناطق الحارة اللي هي نفس الأمراض اللي عندنا في السودان هنا الأمراض دي يعني الأغلبية فيها هي أمراض معدية سريعة الانتقال وسريعة الانتشار فبالتالي التجمعات في المعسكر دي ممكن هي ذاتها تساعد في تفاقم الوضع الصحي